أحمد زويل نفسه. من الأهرام الصفحة الثالثة: عسر لدينا تخمة في عدد الضباط ولا تنصت على المواطن. على المواطن، لا تفاصيل الخبر ده أرجوك يعني. هو كان في لقاء في مجلس العمال المصري الكندي، وكان بيتحدث عن مسألة الانفلات الأمني وإيه هي مسبباتها. هل في اعتراف بالانفلات الأمني ولا لا؟ هو في طبعا اعتراف بالانفلات الأمني، والحقيقة دي حاجة عاملة لنا شخصيا أزمة كبيرة جدا. أنا شخصيا، وأنا قلتها أكتر من مرة وبعلنها للمرة الجديدة يعني، إن أنا ضد مصطلح الانفلات الأمني أصلا. مصطلح الانفلات الأمني يشير إلى أن الأوضاع الأمنية غاية في السوء ومتدهورة جدا، لدرجة أن الناس بقى يعني مش قادرة تمشي في الشوارع بقى، والمسائل خارج السيطرة يعني. ولكن وحتى ده على فكرة بيأثر بشكل كبير جدا على السياحة المصرية. إذا كنا احنا بنتكلم أن السياحة تأثرت بالثورة، أنا أعتقد أن السياحة تأثرت أكتر بفكرة التركيز على مصطلح الانفلات الأمني ده. المصطلح ده بيخض الناس بره. انفلات أمني، لا، انفلات أمني من وجهة نظر الخارج أن خلاص بقى الأوضاع خارج السيطرة. لا، وفتنة طائفية وحاجات كتيرة قوي يعني، مصطلحات كتير الحقيقة، ولكن بتضر أكثر مما تنفع. صح. ولكن ممكن أقول أن في خلل أمني، وهذا الخلل الأمني يجب أن يكون محددا تماما. خلل أمني أسبابه واحد واثنين وثلاثة، وخلل أمني موجود في بعض المناطق مش في كل المناطق. صحيح. ده شيء لازم يكون فيه صراحة علشان إحنا نقدر نحل هذه الأزمة اللي موجودة. من ناحية تانية، اللواء منصور عيسى وزير الداخلية بيتحدث عن أن المسألة مش بكثرة عدد الضباط، وأن إحنا عندنا تخمة، وأن أنا لو عايز أمشي 10,000 ده أنا نفسي أمشي 10,000 ده، وفقا للتصريحات اللي منشورة في جريدة الأهرام. وقال كمان ان احنا هنحاول ندعم الفتره اللي جايه نظام القبول في كليه الشرطه من خلال الطلبه في كليه الحقوق. كل دي الحقيقه امور جيده جدا، ولكن تحدث ايضا على فكره الاقسام اللي تعرضت للاحراق والسيارات اللي تعرضت للاحراق والسجون اللي اتفتحت. لم يتحدث عن مساله السجون، ولم يتحدث عن مساله قطع السلاح. هو تحدث عن الاسلحه والمخدرات اللي كان بيتم تهريبها عن طريق الحدود الغربيه، عن طريق ليبيا. ودي الحقيقه برضو حاجه مهمه جدا، ان احنا كثيرا جدا بنقول، او هذا ما يصار في الوقت الحالي، ان الثوره مسؤوله عن الانفلات الامني، مع اعتراضي على هذا المصطلح. وبنقول كمان ان الاسلحه منتشره وفي متناول الجميع. كان لحد وقت قريب جدا كان الكلام على موضوع الاسلحه، ما يا جماعه الاقسام اتسرقت والاسلحه اللي فيها اتسرقت، فبالتالي الدنيا بقى يعني غرقان اسلحه. وانا طالبت اكتر من مره وقلت هنا، هنفترض جدلا ان في 100 اسم تم يعني سرقتهم، وان في كل اسم كان في 100 قطعه سلاح او ايا كان العدد، يعني عملنا ايه من 29 يناير حتى الان علشان نجيب الأسلحة دي مرة تانية؟ ده شيء لم يصرح به، محدش قال كم قطعة سلاح وما هي نوعية التسليح وظروف سرقة الأسلحة دي كانت إيه، محدش اتكلم في الموضوع ده خالص للأسف. ولكن دلوقتي أخيرا ابتدوا يتكلموا إن ده في سلاح بيتم تهريبه عن طريق ليبيا، ده في سلاح بيتم تهريبه من غزة عن طريق سيناء. كل دي امور الحقيقه تحتاج الى ضبط الحدود. هو ملف الشرطه ملف كبير قوي، ملف كبير جدا قوي قوي يعني. احنا يا جماعه مش ضد الشرطه، لا طبعا احنا اكيد مش ضد الشرطه، بس والامن ده هو اساس اي مجتمع، ولكن احنا بنتكلم على تغيير في العقليه وتغيير في الاداء وتغيير في كل شيء علشان تبقى شرطه مهنيه حقيقيه تستطيع ان توفر الامن والامان في هذا الوطن، خصوصا في توقيت ان احنا محتاجين ده جدا. احنا داخلين على انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، كان في اجتماع امبارح مثلا في وزاره الداخليه، اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية مجتمع برؤساء مجالس إدارات بعض الأندية علشان مسألة الشماريخ وتأمين المباريات. أعتقد إن يعني أنا مش عارف الحقيقة، ربما أنا ماليش في الكورة قوي، ولكن يعني ماذا يدير مصر إذا تم تأجيل الدوري؟ إحنا عايزين نركز شوية في ملف الانتخابات وتأمين المقر واللجان الانتخابية، أعتقد ده أهم كتير جدا من ماتش كورة يعني. طبعا. الأهرام الصفحة الأولى: طنطاوي عبد الجليل يبحثان أفاق التعاون بين مصر وليبيا. مصطفى عبد الجليل طبعا رئيس المجلس الانتقالي الليبي بيزور مصر في أول زيارة له بعد إعلان تحرير ليبيا، وكان واضح في خلال اللقاء اللي دار بينه وبين المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن في آفاق جديدة للتعاون في ليبيا ومساهمة مصر في إعادة الإعمار وفي بعض القطاعات زي التدريس والتدريس سواء في المدارس أو في الجامعات والأطباء، ومطلوب عمال ومهرة في عدد من المهن يعني في ليبيا. أعتقد ده هيفتح آفاق جديدة، ونتمنى إن احنا كمان نحافظ على أبنائنا المصريين الموجودين في ليبيا اللي يقدر عددهم حوالي 2 مليون. طيب خلينا نيجي لمصر يوم الثالثة، ولما تاني من أهم الأخبار الموجودة النهاردة طبعاً. حملات محلية ودولية ضد حبس علاء عبد الفتاح والألاف يتظاهرون الإفراج عنه. يعني احنا متهيألي، أنا بس عايزة أسألك سؤال ومعرفش ممكن تكون تخنتني الذاكرة شوية.
انا متهيالي بعد جمعه من الجمعات طلع المجلس العسكري وقال ان مش هيبقى فيه محاكمات عسكريه للمدنيين، وانا ما بسمعش ولا في حاجه هو حصلت. كان هو كان المساله ان المحاكمات دي سوف تقتصر على البلطجيه، ولكن مع مرور الوقت امتد هذا الامر الى النشطاء السياسيين ونشطاء من المجتمع المدني، ونسبه كبيره جدا منهم مشهود ليهم بالوطنيه وان هم شاركوا في العديد من الاحداث المهمه جدا، ومن ضمنهم طبعا علاء عبد الفتاح. يمكن جريده الشورى متضامنه مع علاء عبد الفتاح في اكثر من جريده وحملات موجوده كثير جدا على الانترنت. وعلاء عبد الفتاح رفض المثول امام النيابه العسكريه او رفض ان يتم محاكمته عسكريا، وهو حتى من مؤسسين حركه لا لمحاكمه المدنيين عسكريا. وخرجت مظاهرات في ميدان التحرير اول امبارح مساء شفناها، ووصلت حتى سجن الاستئناف للتضامن واعلان التضامن مع علاء عبد الفتاح. منظمه العفو الدوليه يعني قالت انها بتطالب بالافراج عن علاء عبد الفتاح، وطالبت بعدم محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه. بنطلب ان كل المدنيين يتحاكموا قدام المحاكم المدنية، يعني المدنية القاضي الطبيعي بتاعهم الطبيعي. وحتى الدكتور محمد سليم العوار المرشح لرئاسة المحتمل رئاسة الجمهورية تحدث عن هذا الأمر، وقال إن علاء عبد الفتاح موقفه قانونا سليم لأنه يجب أن يحاكم أمام قاضي الطبيعي المدني وليس العسكري. وشفنا كمان بعض المنظمات الدولية اللي بتدين إلقاء القبض وحبس علاء عبد الفتاح. في كل الأحوال هنشوف ربما يعاد النظر من وقت للتاني، بنشوف ده يعني أنه بيتم إعادة النظر في الاتهامات الموجهه لبعض النشطاء، ونتمنى ده يحصل على عبد الفتاح. انا بتمنى يعني بصراحه كل عشان يمكن في اكتر من 12,000 موجودين بالزبط في السجون العسكريه، لازم يحصل تفريق. فلازم بالظبط لازم يحصل يعني تفريق. في فرق بين البلطجيه وبين النشطاء، ويجب ان يكون هناك شفافيه كامله. ايه هي ظروف وايه الاتهامات ولائحه الاتهامات؟ يعني من ضمن الاتهامات الموجهه للتحريض على احدث ماسبيرو وان هو سرق سلاح، يعني الحقيقه حاجه كتير. لا انا سمعت كمان ان مينا دانيال الله يرحمه الشهيد اللي كان موجود في احداث ماسبيرو كان قيل في البدايه ان هو من ضمن المتهمين في احداث التحرير، ولكن بعد كده رئيس هيئه القضاء العسكري نفى هذا الكلام. في كل الاحوال يعني حتى لو كان يعني علاء اتهم بسرقه سلاح، ووفقا لتصريحات اعضاء المجلس العسكري ان هذا السلاح كان في شنك يعني، فما كانش لا مش شنك. خلينا نقول ان في القضيه دي بالذات في طرفين معنيين، وبافتراض ان علاء يعني سرق، وده طبعا شيء انا شخصيا مش مصدقه الى حد كبير. اخيرا بس علشان التوقيت بتاعنا، منظمه العفو الدوليه كمان قالت انه لا يجب ان يكون المجلس العسكري طرفا في احداث ماسبيرو، ويكون هو القائم بالتحقيقات، وبالتالي مطلب لجنه محايده للتحقيق اصبح امر ضروري جدا. اشكرك. ميرسي جدا يا محمد. وخلينا نروح كاميرا نهارك سعيد، كانت موجوده في الجامعه الامريكيه واقامت الجامعه الامريكيه مؤتمر الاعلان عن مذكره تعاون بين المركز القومي للترجمه ووزاره الثقافه، تستمر الاتفاقيه لمده 5 سنوات.